في موضوع آخر مشاهدينا، طور باحثون في جامعة أريزونا يمتاز بقدرة أو طوروا روبوت يمتاز بقدرة على التنفس وأيضا الارتجاف بل والتعرق بغزارة حينما يكون الجو حارا تماما مثل البشر. أندي، هذا الروبوت تستخدمه شركة الملابس الرياضية لقياس الضغوط التي تسببها الحرارة والتي لا يمكن تجربتها على شخص حقيقي. طبعا يعمل الباحثون على قياس تغيرات درجات الحرارة حسب حالة الشخص، فمثلا مريض السكري تتغير درجة حرارته أو درجة حرارته بشكل مختلف عن أي شخص آخر. بالتالي هم يريدون معرفة مدى سوء تأثير هذه الظروف على حياة الإنسان وصحته وقدرته على التعامل معها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.